طريقة الكشف الثاني باعتماد آخذ القرار ديشن ميكر. الآسكة المولدة تدخلي على المدخل الجامع مع اعتماد نفس الدي سي المستخدم في عملية التوليد. إذا نفس الدي سي الخرج إلى مدخل آخذ القرار، طبعا مولف داخليا بين 2 و 2.5 فولت. أي مطال أصغر من 2 و 2.5 سيتم اعتماده صفر منطقي، أي مطال إشارة فوق 2 أو 2.5 فولت سيعتمد كواحد منطقي. طبعا البت كلوك نعتمد نفس البت كلوك المستخدم في توليد إشارة المعلومات، وذلك للحصول على زمن بت صحيح. الخرج النهائي إلى الراسم، دائما تتم المقارنة مع الإشارة الأصلية مع وجود قدح خارجي، اللي هي نبضات التزامن سنكرونايز عن بداية كل فريم. طبعا الإشارة التي نحصل عليها هي مربعة مطابقة للإشارة الأصلية، ولكن بتأخير زمني نظرا لمرورة ضمن عدة دارات إلكترونية وإرسال واستقبال ضمن قناة الاتصال.